نشر تنظيم ما يسمى بألوية الوعد الحق الإرهابية في الجزيرة العربية بيانا حول انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، وأكد بيان الجماعة الإرهابية وقوفهم إلى جانب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مهددين قوات التحالف العربي بعمليات غادرة. كما توعد البيان الشركات العاملة في الملاحة البحرية وكذا النفطية في بلادنا بعمليات إرهابية، وما طالب الشركات بالتنحي والتوقف عن العمل. ويأتي بيان هذه الجماعة بعد أقل من يومين على بيان جماعة الحوثي الإرهابية ولجنتهم الاقتصادية التي طالبت الشركات النفطية وشركات الملاحة العاملة في بلادنا بالتوقف مع انتهاء الهدنة الأممية الثالثة، حيث كشف هذا البيان التحالفات السرية لجماعة الحوثي مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف دول المنطقة.